بدأت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مطلع شهر نوفمبر 2014 تقديم خدمة إصدار تقاريرها الائتمانية للأفراد، ويمكن للمواطنين والمقيمين الحصول على التقارير الائتمانية الخاصة بهم عن طريق زيارة مراكز خدمة العملاء بأبوظبي ودبي، وذلك باستخدام الهوية الإماراتية. وحددت الشركة رسماً بقيمة 110 دراهم للتقرير الائتماني الصادر للفرد، ورسماً يتراوح بين 10 إلى 40 درهماً لكل تقرير للبنوك والمؤسسات المالية. وتتضمن التقارير الائتمانية التي ستقدمها الشركة تفاصيل كحجم المديونية والالتزامات المالية والأصول المثقلة بأي نوع من أنواع الرهن أو الضمان المترتبة على الأفراد، وسجل دفعات الائتمان والمدفوعات المتأخرة والشيكات المرتجعة وأي حالات تخلف عن سداد الديون. وبلغ عدد المصارف والمؤسسات المالية التي التزمت بتقديم البيانات الائتمانية الخاصة بعملائها للشركة 43 بنكاً ومؤسسة مالية، في حين وصل عدد المشتركين بخدمات الشركة إلى 29 بنكاً ومؤسسة مالية. وتشمل قاعدة بيانات الشركة حالياً بيانات ائتمانية لنحو 2.8 مليون فرد، بما يعادل 97% من إجمالي البيانات الائتمانية للأفراد في الدولة، فضلاً عن قاعدة بيانات لنحو 6 ملايين تسهيل ائتماني للأفراد في الدولة.